مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد، لقاء سعيد، لقاء متجدد، وحلم جديد في برنامجنا حلم الإنجاب. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء زي ما تعودنا أحد أهم أقطاب طب النساء والتوليد في مصر والعالم العربي، الأستاذ الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والمناظير والحقن المجهري، وعضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، رائد ومؤسس مركز حواء ومستشفى الدكتور فهمي بالقاهرة. برحب بك دكتور في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، طبقا لسلسلة البرنامج أو منهج البرنامج في مشكلة تأخر الإنجاب وحلم الإنجاب، النهاردة بنتكلم عن موضوع يعني هام جدا، كتير من السيدات وكتير من الأزواج يعني بيلجأوا إليه في وقت محدد. النهاردة عايزين نعرف إمتى بنلجأ للحقن المجهري، إمتى تقول السيدة إحنا يجب أن يكون هناك طريقة أو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد. في بداية الدكتور الحلقة عايزين نتكلم على متى تلجأ السيدة لموضوع الحقن المجهري. هو حسب السن بتاع السيدة وحسب فترة الجواز، لو كل ما يصغر السن كل ما أدي فترة أطول بين الزوج والزوجة، يعني أدي فرصة أطول. كل ما السن يقرب على 40 كل ما تبقى الفرصة ضيقة شوية، المفروض ان احنا نهم بشكل اسرع شوية، ان احنا نساعد على العوامل اللي هي تهيئ موضوع الخلفة والولادة. يعني دكتور، يعني نقول مثلا ان في مصر على وجه التحديد اين يعني وصل الحقن المجهري في نسب النجاح، وهل هناك مراكز متخصصة زي مركز حواء أو مستشفى الدكتور فهمي أو غيرها طبعا على نطاق بلدنا العزيز، تم يعني زيادة نسبة النجاح، أو هل إحنا قدرنا نضاهي الغرب في مثل هذه العمليات الناجحة؟ هو في على أحسن العموم حوالي 40% سيان كدول عربية أو كدول أوروبية، ده الرقم المتوسط تقريبا، ممكن يعلى شويه يقل شويه حسب الفاكتورز وحسب العناصر، زي مثلا سن الزوجه، زي كفاءه المعمل، زي حدوث اي مشكله تطرق احيانا في بعض الاماكن ممكن يقل نسبتها شويه. دكتور، دخلت لحضرتك حالات معينه في حضرتك اديت قرار عمل الحقن المجهري، هل كل حاله تشبه الأخرى ولا هناك اختلاف؟ لا شك طبعا إن أنا عندي أسباب مختلفة للحقن المجهري، فبالتالي الدنيا مختلفة. يعني قصدي حقيقة إن أنا عندي قد يكون سبب عند الزوجة أو سبب عند الزوج، وقد يكون عنصر السن بالنسبة للزوجة برضو ممكن يأثر على النتيجة في نفس الوقت، أو الحالة الصحية بالنسبة للزوجة ممكن برضو تأثر على النتائج بتاعتنا. طيب يا دكتور، عايزين نعدد للناس أو نفهمهم الخطوات أو خطوات الحقن المجهري، هل هي متشابهة برضو في كل الحالات، وهل وما هي يعني نعددها مع بعض؟ أول حاجة هنعتبر إن في 2 بروتوكول بنتبعهم بالنسبة للسيدات. البروتوكول العام اللي بسميه اللي هو اللونج بروتوكول أو البروتوكول الطويل، اللي هو بستعمل فيه أدوية قبل ما جي الدورة بأسبوع تقريبا ولحد 10 أيام أو أسبوعين حد أقصى من نزول الدورة. ده البروتوكول اللي بيعم تقريبا معظم الحالات. في حالات تانية ليها ظروف خاصة طبية بنستعمل حاجة اسمها بروتوكول القصير، وفي نفس الوقت ده بيناسب بعض الناس عشان ما يحصلهاش مشاكل طبية. فعندي 2 بروتوكول غالبا دول بيغطوا الدنيا. في كتير جدا بقى نظريا في حاجات كتيرة جدا، اما ده الغالب اللي احنا بنشتغل بيه. طب دكتور، بنسمع عن ان ممكن السيدة تعدد الحقن المجهري من حاجة واحدة، يعني بيكون مثلا عندها مشاكل في المبيض، بنقول لها مثلا احنا هناخد بويضات وتجميد البويضات، وبالنسبة للزوج كمان تجميد السائل المنوي. ايه الموضوع ده؟ تجميد السائل المنوي بالنسبة للزوج في حالة ان هو يكون عندي عدد قليل، ووارد ان هو يتناقص بعد كده وممكن افوجئ ان هو اختفى كحيوات منوية، فبالتالي احنا بننصح اي زوج بيقل النسبة عنده عن مثلا 5 مليون في الملي ان هو في اقرب فرصة يجمد في اي مكان في معمل خاص بالحقن المجهري، لانه التجميد ده في اماكن الحقن فقط، مش في المعامل العادية. فده طبعا بنلح على موضوع التجميد بالنسبة للزوج اللي هو عنده عدد قليل ووارد او انه يخش في مشاكل ان العدد يقل اكتر مع الوقت. ف
فطبعا التجميد بينقذ موقف زي كده. بالنسبه تجميد البويضات هو طبعا في بعض مشاكل جدت او بعض مستحدثات حاليا موجوده، زي مثلا ارتفاع سن الزواج بالنسبه للزوجه في السن 30 وجايز تخش اكتر وجايز تلحق 40 وقدرتها على الخصوبه تقل. فحاله زي كده في اتجاه دلوقتي ان احنا نعمل تنشيط للمبيض ثم سحب البويضات عن طريق البطن لو هي بنت، ثم تجميد البويضات دي، بحيث لما ربنا يكرم وتواجد زوج حتى لو فوق سن الـ40 ممكن يستخدم البويضات المجمدة في تشغيلها. طب دكتور هتكلمنا على هذه التقنية وكيف تتم، بس بعد يعني بعد ما اخد بعض مداخلات من السادة المشاهدين عشان بقى لهم معانا فترة على التليفون. نبدأ بأم محمود. السلام عليكم أم محمود. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. اهلا حضرتك، لو سمحت اسال الدكتور حضرتك. معاك الدكتور فهمي، اتفضلي سؤالك. حضرتك مرتبني عندها ابن حضرتك كان عندها مشاكل في الدوره وهي لسه بنت. وطبعا بعد ما اتجوزت بدات قبلها كل 4 شهور. وبعدين راح اخر حاجه جت معاها الدكاتره بقى سال لها مخزون، عملت مخزون مبيض طلع 7%. مخزون مبيض؟ اه. 7%. تمام. معلش 7 من 10 ولا 7 من 100؟ الدكتور بيسألك يا أم محمود 7 من 10 ولا 7 من 100؟ 7 من 100. 7 من 100. هي عمرها كام بنتك؟ أو اللي بتسألها؟ عمرها 26. 26 هي أنسة مش كده؟ لا متجوزة. متزوجة عندها مشاكل في الدورة. طيب حضرتك سألها على حاجة تانية يا دكتور؟ أنا بس عايز أعرف يعني الحال المجهري ينفع في الحالة دي ولا لأ؟ تمام. شكرا لك يا ام محمود وان شاء الله هنجاوبك حالا. اتصال اخر من ام هدى. السلام عليكم ام هدى. عليكم السلام. اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك يا ام هدى. لو سمحت، انا متجوزه بقالي 8 سنين وما حصلش حمل ولا مره، وخدت منشطات كتير جدا وتابعت كتير، وكله اجمع ان انا عندي تكيسات على المفاصل واتحل بالعلاج وكده، وخدت علاج كتير وما حصلش حمل خالص. تمام. وبعد كده عملت حقن مجهري من قريب ونجح، كنت حامل في توأم بس للأسف ماتوا. واحد مات في بطني والتاني جات لي ولادة مبكرة في الجلوس السادس، ونزل برضه عندي في الحضانة ومات. ومن ساعتها أنا بقالي كده 4 شهور والدة ومحصلش حمل، معيش إمكانيات تاني إن أنا أعمل حقن مجهري، بس نفسي أبقى أم. ان شاء الله يا ام هدى باذن الله ربنا يكتب لك البنين والبنات. طيب تسال على حاجه يا دكتور ام هدى؟ لا الا رساله وطن. طب هو انت اسمك ام هدى؟ ما عندكيش اولاد خالص ولا في هدى؟ لا ما فيش ام هدى. هو بلغني ام هدى في الكنترول، اسم حضرتك ايه؟ مدام؟ مدام هدى. مدام هدى، ركز معايا. تمام، شكرا لك يا مدام هدى. نبدا يا دكتور، معلش انا هبدا ام محمود، طبعا هنجاوبك لكن انا هبدا بام هدى، لان يعني اللي هي مساله حدوث مشاكل للجنين بعد عمليه الحقن المجهري، هل دي وارده؟ يعني مثلا زي وفاه هي ملهاش دعوه بطريقه الحدوث الحمل، يعني عندي نسبه المشاكل الواحده سيان الحمل حصل تلقائي او الحمل حصل بعد حقن مجهري او اطفال انابيب. يعني الطفل خلاص تكون، ما نقولش بقى ده حقن مجهري او حاجه، ده بقى يعني هي بتقول انها حامل في توأم وفي بيبي حصل له وفاه داخل البطن والبيبي الثاني حصل له ولاده مبكره. صحيح. هنا بس بنقول لما يكون حمل توأمي بنحاول ان احنا على قبل الشهر الثالث بنعمل مقياس عنق رحم عشان نشوف اذا كان محتاجين ربط عنق رحم او لا، ده نقطة مهمة جدا. تمام. وفاة الجنين داخل الرحم برضو محتاجين بعض المعامل اللي هي تقول لي اذا كان في اجسام مضادة بتعمل لي مشكلة في 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 استمرارية التغذية للجنين. يعني المفروض ان احنا نعمل عليها تشيك، المعامل دي المفروض مهمة ان احنا نعمل عليها مراجعة. طيب. اذا كانت موجودة او لا، بحيث احنا ممكن ندي بعض الادوية للسيولة تحسن القصة شوية. هنا استعمال الدوبلر مهم جدا بالنسبة لنا عشان نعرف كم التغذيه اللي رايح للجنين، هل ده كميه كافيه او لا، او ممكن استعمل حاجات مسيله للدم بحيث تحسن لي الدوره الدمويه للرحم وتحسن لي تغذيه الجنين. طيب ده لما خلاص الجنين تكون وتم ويعني على وشك الولاده، ده خلاص ملوش علاقه باجراء الحقن المجهري. انا هي بتسال دلوقتي ان هي بتعاني من تكيسات المبيض
ولكن كمان يعني الامكانيه ما عادتش تسمح ان هي تقدر تعمل حقن مجاري اخر. لو احنا هنجاوب عليها دكتور بس معايا كم من الاتصالات. اخد مدام منى. السلام عليكم. السلام عليكم فندم. اهلا بيك يا مدام منى، اتفضلي سؤالك. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور. اتفضلي فهمي. اتفضلي حضرتك يا دكتور، مرات اخويا قعدت سنتين من غير حمل. كويس. وجت حملت وابنها دلوقتي عنده 3 سنين. تمام. معاك اتفضلي. ماشي. وحضرتك جت حمل الثاني، ما حملتش ثاني، حمل الثاني سقطت وراحت يعني كشفت وعملت حاجات. الدكتوره قالت لها في لبن، واللبن هو ايه اللي عمل لك الاضغاط، في هرمون اللبن عندها عالي. تمام. فراحت عملت برضه، قالت لها طلبت منها سونار وعملته، قال لها ايه في كسل في المبايض. كسل. حضرتك بقى هو ده من ايه بقى؟ طيب يا مدام هون، هي عمرها قد ايه؟ سن مرات اخوكي قد ايه؟ عندها 23 سنه. 23 سنه. طيب شكرا ليكي. هتسال على حاجه يا دكتور؟ لا لا شكرا. شكرا ليكي يا مدام منى، وان شاء الله هنجاوبك باذن الله، وان شاء الله تطمنيها يعني. دكتور نعود الى مدام هدى. مساله تكيس المبيض، وهل هي هتبقى عائق هي يعني في انها تقدر تنجب مره اخرى، سواء كان بقى بالحقن المجهري او بالطريقه الطبيعيه؟ هو مدام هدى، بس هنراجع الامور الاساسيه بالنسبه لها. اذا كان الزوج تحليل السائل المنوي بتاعه جيد، جيد كحركه وكعدد، اذا كانت هي عندها انابيب سليمه كويسه، موضوع تكيس المبيض ده مش عائق ان يحصل منه حمل، ولكن محتاج حرفيه في العلاج بحيث ان هو احصل على مبيض نشط او بيضات كويسه. هي بقى لها 8 سنوات متزوجه. ممكن يعني تاخد فرصه تاني في موضوع الـ 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 الحمل التلقائي لو العناصر دي كويسه. عندي زوج متواجد والسائل المنوي بتاعه كويس، عندي تبويض بدا ان هو بالتنشيط او بالتنظيم التبويض بتاعه بدا يبقى فيه بعوضات كويسه. ممكن تاخد فرصتها، وعلى الاقل تاخد برضو فتره ريست بين الحمل او المشاكل اللي حصلت معها، سيان الاجهاض او وفاه جنين داخل البطن. ده لا شك برضو مجهد ذهنيا ونفسيا وبدنيا ليها، فتاخد فتره ريست شويه وتبدا ربنا يكرمها. تاخد فرصه لو امورها كويسه الطبيه، تاخد فرصه بين الزوج والزوجه ممكن يحصل حمل تلقائي، وندي فرصه مثلا وليكن سنه قدام ونشوف الدنيا عامله ايه. تمام. لو ما كانش، انما وارد يحصل حمل تلقائي بعد الحقن المجهري لو عناصرها كويسه. لكن لو العناصر دي مش متوفره، لو في مشاكل بقى مثلا سين عندي انابيب مقفوله يبقى ما عنديش سكه، عندي زوج السائل المنوي بتاعه تحليله وحش يبقى برضه محتاج ان انا استعمل طرق المساعده. احنا يعني نلجا لحقن مجهري مره اخرى يعني اذا توفرت امكانيات معينه؟ لا يعني قصدي نسبه الفشل او نسبه المشاكل. لا انا هنا ما اقدرش اعتبر فشل، دي مشاكل عاديه بتحصل مع الحمل، ما اقدرش اعتبر فشل. معنى كده انا عندي رحم كويس بيستقبل الاجنه وعنده القدره لانماء الاجنه، فمش ما عنديش مشكله ان شاء الله. ان شاء الله يا مدام هدى، متمنى لك يا رب البنين والبنات. أم محمود كانت بتتكلم على مشكلة لبنتها، اللي هي مشكلة مشاكل في الدورة والمخزون الاستراتيجي للمبيض 7/100 وسنها 26 سنة، فبتقول في هذه الحالة نلجأ للحقن المجهري أم لا؟ هو بس يعني موضوع إن أنا برضو المفروض أراجع الأرقام المهمة بالنسبة لي، يمكن أنا أعيد تحليل مرة تانية في مكان تاني، مش فارقة. إن 7/100 دوت رقم شوية يعني صعب قوي بالنسبة لسن واحدة سنة 26 سنة. طبعا هو وارد ألاقي كده فعلا، إنما برضو أخلي عندي حرص شوية في المعمل، أعيد معمل تاني في مكان تاني ونشوف الدنيا عاملة إيه. أي مخزون مبيض وارد أو إن يحصل معاه حمل في أي وقت، إنما كل ما يقل المخزون كل ما تبقى فرصتي قليلة في نسبة النجاح، إنما النسبة مش معدومة أو مش زيرو. تمام. يعني الرقم قليل إحنا عارفين، إنما هو ده مش زيرو، إنما عارف لما أجي أنشط احتمال يطلع لي بويضه او ما تطلعش، بس يبقى محتاج طول نفس شويه في القصه اللي زي كده. تمام. يعني اذا تطمئني يعني باذن الله. يعني هنعيد التحليل بتاع المخزون ونشوف النتيجه اخبارها ايه، لو هي برضو مهما كان الرقم هيطلع لي بويضات بس بنسبه اقل، وبالتالي نسبه الحمل عندي اقل، ولكن مش معدومه مش زيرو، ففي امل برضو ان شاء الله. طب يا دكتور سؤال مدام منى لزوجه اخيها،
كانت بتتكلم هي البنت او الزوجه دي عمرها 23 سنه، يعني لا زالت سنها صغيره. هي حملت وانجبت ولد الحمد لله، لكن بعد كده ما حصلش انجاب. بتقول ان عندها هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب زي ما بنسميه عالي جدا. حصل حمل وحصل الاجهاض مره. بتقول لها الطبيبه ان في كسل في المبايض، نجاوبها نقول ايه؟ طبعا كلمه كسل دي كلمه عايمه شويه، انما احنا لو عندي تعطل حمل ثانوي بنحاول بس نتاكد انابيبنا كويسه، الانبوبتين بتاعه الزوجه بنعمل اشعه بالسبع نتاكد انابيب كويسه، موضوع هرمون الحليب بنبدا ان احنا نقيس هرمون الحليب، في بعض الادويه اللي هي بتقلل نسبه الهرمون بحيث تديني فرصه للتبويض بشكل احسن. فهي هنا بنحاول نراجع الزوجه، تحليل رقمي للهرمون الحليب، واذا كان عالي عن المعتاد بنبدا نديله بعض الادويه اللي تهدي الرقم ده. لما الهرمون الحليب بيهدى يبقى انا عندي فرصه اكتر في موضوع تبويض بشكل جيد. حكايه برضو كسر المبيض دي كلمه عايمه شويه ما بنحبش نستعملها، هي كلمه عاميه ما لهاش اساس طبي بالنسبه لنا، انما هي مع تنشيط المبيض ومع تثبيط هرمونات اللي هو حاجتين مهمين جدا، هرمون الحليب اللي هو البرولاكتين وهرمون الغده الدرقيه، دول في منتهى الاهميه اللي المفروض بدور عليهم. حاجه ثالثه برضو لو انا هديها فرصه الحمل تلقائي بنعمل تشيك على الانابيب نتاكد انها سالكه. تمام، يعني ان شاء الله يعني فرصه دي بعض الادويه تبقى الامور احسن وفرصه تبويضها احسن وفرصه حملها احسن ان شاء الله باذن الله. يعني اطمنها ان شاء الله يكون يعني في امل كبير ان شاء الله. دكتور، يعني احنا دايما بنسمع بعض اطبائنا الكبار او الاطباء على العموم يقول لها، طبعا دي دعوه للرشاقه ودعوه لان السيده تحافظ على وزنها، انت لو خسيتي هتحملي. فاحنا طبعا هناخد فاصل الان، بعد الفاصل هنعرف هل فعلا موضوع السمنه وعلاقتها بتاخر الحمل، وهل لو عملنا جراحه سمنه وعايزين نعمل حقن مجهري، امور كتيره ولسه حلقتنا ممتده ان شاء الله. بعد الفاصل هنكمل مع بعض مع الدكتور فهمي في حلم الانجاب، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم في حلم الانجاب مع الاستاذ الدكتور فهمي رمضان استشاري النساء والمناظير والحقن المجهري. برحب بيك مره ثانيه يا دكتور فهمي، وشرفتنا ونورتنا في هذا اللقاء. دكتور فهمي، توقفنا قبل الفاصل حول جزئيه مهمه جدا بتهم الكثيرات من السيدات والزوجات اللي عندهم مشكله زياده الوزن. هل زياده الوزن بتبقى عائق في مساله يعني الحمل أو بتؤدي إلى تأخر الإنجاب؟ لا شك إن معدل زيادة الوزن ممكن بترتبط ارتباط بنسبة كبيرة قوي مع تكيس المبايض. برضو زيادة الوزن مرتبطة بتأخر حدوث الحمل نسبيا، برضو زيادة الوزن مرتبطة بنسبة إجهاض أعلى بالنسبة للسيدات. فدايما لما بنلاقي سيدة وزنها زايد شوية بننصحها إنها تبدأ تقلل وزنها، وهتلاقي كتير قوي مشاكل اتحلت بالنسبة لها. هتقولي والله جارتي ما اعرفش تخينه وانجبت، ما اعرفش بنت مين انجبت، احنا عارفين الكلام ده، بس لا شك ان عندي نسبه بتقل مع زياده الوزن، هنلاقي ان انا نسبه حدوث حمل اقل، نسبه اجهاض اعلى، نسبه حدوث مشاكل مع الحمل زي السكر زي الضغط نسبتها بتزيد. دي احصائيات ما هياش حاجات بالوايم يعني. فبالتالي مع زياده الوزن نسبه المشاكل بتزيد كحدوث حمل او نسبه اجهاض اعلى أو حدوث مشاكل طبية أثناء الحمل زي الضغط العالي وزي السكر. وكثيرات من السيدات اللي عندهم زيادة الوزن بيبقوا متأخرات في مسألة الحمل. طيب إحنا عايزين نتكلم على نوعية معينة، وهي السيدة اللي عندها سمنة مفرطة، يعني وزنها زايد بشكل كبير، وبنيجي حضرتكم كأطباء كبار بتقولوا لنا لازم تخسي، وهي بتعمل المستحيل، فبتلجأ إلى عمليات جراحية لعمل مثلا زي شفط الدهون او تكميم المعده او غيرها من الجراحات الخاصه بالسمنه. هل هذه الجراحات لها عائق او بتسبب مشاكل مع نجاح الحقن المجهري؟ احنا اي سيده وزنها زايد عن المعدل بننصحها ان ممكن تاخد الاسلوب البسيط الاول اللي هو موضوع تنظيم التغذيه بتاعتها، زياده المجهود
او الجيم او تمارس رياضه، دول حاجتين اساسيين. ممكن بعض الادويه اللي تساعدنا ان الوزن يقل، دي الحاجات السلسه البسيطه اللي ممكن تتبعها في يقل وزنها، وانسب تكون متابعه مع حد متخصص في الجزئيه دي. والله استجابه الوزن بيدها خير وبركه. في بعض الناس اللي هم 110 120 واكتر غالبا هيبقوا الاستجابه ضعيفه جدا، فاحنا بننصحهم ان هم يلجأوا للزملاء بتوع الاطباء السمنه او جراحه السمنه، دي هتبقى غالبا نتائج احسن او اسرع. وكل واحده عارفه نفسها، الواحده عندها القدره ان تبدا وزنها يهدى وهتعمل كنترول على نفسها، او الثانيه عارفه انها هتضيع وقت، فبالتالي كل واحده حسب ظروفه الطبيه. وبرده دكاتره جراحه السمنه ليهم مقاييس معينه في التدخل، انما احنا بالنسبه لنا يهمني وزن اقل او وزن مش مثالي، انما يعني هنقول لو الافرج مثلا طول السيده نطرح منه 100 يطلع الوزن تقريبا. فلو احنا قلنا قربنا للرقم ده كده بشكل ارتجالي هيبقى ده اللي احنا عايزينه، او زياده مثلا 10 كيلو او حاجه، او لو احنا حتى لو هي اي سيده وزنها زايد ووزنها قل بنسبه 10% هتلاقي في تحسن في وظيفه الميبت بنسبه كبيره جدا. يعني سي مثلا لو واحده وزنها 100 كيلو هي هي اوفر مثلا، في افتراض ان هي لو المثالي بتاعها 70 هي ال 100 دي زياده 30 كيلو عن الوزن المثالي، بس هي لو قدرت تخس 10 كيلو بس وترجع لل 90، برغم ال 90 دي ده رقم عالي بالنسبه لنا، انما هتلاقي الدنيا اختلفت، طبيعتها بقى احسن وظروفها الطبيه احسن وقدرتها على الحمل بقت احسن والهرمونات بتتظبط، بتبقى بتتحسن بقى يعني بالتدريج تلاقي الدنيا احسن كتير بالنسبه لها. حتى لو الوزن قل بنسبه 10% تبقى الامور احسن. تمام معايا؟ لو بقى السمنه المفرطه اللي هي مش هتستجيب لحاجه دي وبتخش بقى تدخل جراحي زي مثلا تحويل مسار او تكميم معده او غيره، طبعا هنا بعد التدخل الجراحي بيبدا يحصل يعني يبقى في اختلاف في الامتصاص بتاعها بالنسبه للجسم، محتاجه فتره مش اقل من 6 شهور او سنه كمان عشان نبدا ان احنا نتدخل معاها في موضوع مساعده حمل زي حقن مجاري او اطفال انابيب. فبناخد من 6 شهور لسنه، لان بعد كده بعد التدخل الجراحي الامتصاص بيختلف شويه. الجسم بطبيعته كحدوث حمل لا نسبه مشاكل تبقى عاليه جدا، فما بنتدخلش بشكل مباشر بعد جراحه السمنه زي تحويل مسار او تكميم معده. اذا موضوع السمنه بنقول لكل سيده وبننصحها بانها تحافظ على رشاقتها وتحافظ على وزنها، لان الوزن ما عادش انقاصه رفاهيه، يعني ده عاد ممكن ياثر على الانجاب. مستمرين معاكم في حلم الانجاب، ولكن معانا فاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل حلقتنا. مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم في حلم الانجاب مع الاستاذ الدكتور فهمي احمد رمضان، استشاري النساء والمناظير والحقن المجهري. برحب بك يا دكتور مره ثانيه. دكتور فهمي، توقفنا يعني عن مساله السمنه، وقلنا نصيحه للسيدات ان هم يجب ان هم يراعوا مساله الوزن، حتى اجراءات العمليات اللي هي خاصه بالسمنه لابد ان تكون هناك فتره راحه ما بين السمنه وبين عمليه الحقن المجهري اذا دعا الامر. طب دلوقتي يا دكتور عايزين نتكلم على مشاكل الرحم. دايما بعض الناس بعد ما بيعملوا عمليه الحقن المجهري يكون عندها مشكله في الرحم، ضعف الرحم، او ما يسمى بالبطانه المهاجره للرحم. عايزين نعرف ايه هي مشاكل البطانه الرحميه. هو البطانه الرحم بيبقى دايما عيني عليها اثناء تحضير السيده للحقن المجهري، لان هو ده القرار المكين اللي هنستقبل فيه. فبتعملوا ايه بقى في فهو ده بس يبقى يعني بنفوجئ في بعض الناس ليها مشاكل معينه بعد ما نبدا تحضير القصه دي ونبدا نقيس بطانه الرحم، بنلاقي مثلا هي اقل من المعدل العادي بالنسبه لنا، وليكن مثلا 5 مللي او 6 مللي او اقل من كده. معنى كده ان البطانه دي ضعيفه، معنى كده ان انا يعني لما نيجي نحط الاجنه في البطانه اللي هي الرفيعه او اللي هي ملهاش سمك جيد بيبقى نسبه نجاحي قليل. يعني هناك سمك محدد أو سمك معين. بنبدا ان احنا نعتمد عليه او بنبدا نتفائل بوجوده، معنى كده ان انا عندي القدره على انزراع الاجنه هيبقى احسن من البطانه الرفيعه او اللي الخفيفه يعني. دي ممكن نفوجئ فيها مع بعض الناس ان احنا مثلا خلاص مع سحب البويضات ونبدا نقيس مقاسنا نلاقي الدنيا قليله قوي.
لدرجه ان احنا ممكن احيانا نبدا ناجل ناخد الاجنه دي، يعني ناخد نسحب بويضات نحفظها ونحقنها ويتكون اجنه، ونبدا نجمد للشهر اللي بعده او حاجه، ونبدا بقى نراجع حساباتنا ليه البطانه دي رفيعه. هل محتاج ازود هرمونات اكتر كاستروجينز ان هو يبدا يبني البطانه دي بشكل احسن؟ هل اشك في وجود التصاقات في 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 تجويف الرحم بيخلي التصاقات بيخلي مفيش تكوين بطانه جيده؟ يعني ممكن نرجع هنا للمنظار طبعا يبقى هنا هيبقى المنظار اساسي بالنسبه لي ان انا استكشف الدنيا عامله ايه. المنظار الرحمي احنا قلنا عباره عن انبوبه مضيئه بندخلها زي الكشف النساء العادي داخل تجويف الرحم، ونبدا نشوف اذا كان في التصاقات او لا، ونبدا نتعامل لو لا قدر الله في التصاق او حاجه بنبدا نعمل عمليه تسليك بحيث تبقى الدنيا احسن وبتنضج الرحم احسن والقدره على انزراع الاجنه احسن ونسبه النجاح احسن. تمام. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنراعيها، وممكن تفاجئ السيده ان احنا اجلنا موضوعنا للاجنه نتيجه المشكله اللي ممكن ترد بالنسبه لنا، وممكن ما يبقاش عندنا فكره قبلها، ما توقعش ان هبدا اقيس بطنط الرحم وتبدا القصه انها في مشكله سببت لي الكلام ده. الاجراءات يا دكتور اللي بتتم في المعامل المتقدمه زي مركز حواء او المراكز الخاصه بتاخر الحمل، هل هناك اجراءات معينه للزوج بناخد منه السائل المنوي او الحيوان المنوي ازاي وبننتخبه ازاي زي الطرق الطبيعيه؟ احنا يمكن بنحاكي الطبيعه في مساله الحقن المجهري. وكمان ميعاد ارجاع الجنين، هل هناك مواعيد معينه يعني تضاهي الطبيعه اللي بتحصل في الحمل الطبيعي، ولا حضرتكم بتعملوا ازاي؟ بالنسبه للزوج والزوجه احنا بنجمعهم مع بعضهم ونبدا في دردشه طبيه كده بحيث ان احنا نتعرف ايه سبب تعطيل الحمل. احنا قلنا ممكن بندي فرصه اطول في السن الصغير، لو زوجه سنها في العشرينات او قرب الثلاثينات مفيش مشكله ندي سنه وسنتين احيانا. لما فوق ال 30 بنبقى نقلل فتره الويتنج او فتره التجربه انها تبدا نقلل وقتنا شويه بحيث نهم شويه بالنسبه لها. الزوج بالنسبه لنا هو جزئيه واحده اللي هو مراجعه السائل المنوي بتاعه. لو كان في مشكله زي قله حركه او قله عدد، طبعا في اعداد معينه بنتبعها، اقل من كده بتبقى فيها محتاج مساعده. هنا يا دكتور سؤال بالنسبه للذكوره او قسم الذكوره، هل في داخل المركز مثلا زي مركز حواء في مكان محدد لاستقبال الزوج وحل مشاكله لو هناك مشكله تعترض الانجاب؟ ممكن يبقى يتواجد زميل موجود، او ممكن احنا بنعمل ريفير او بنعمل تحويل لبعض الزملاء اللي هو قريبين من المكان بحيث انه يبدا ان هو يتناول الحاله في عيادته مفيش مشكله. لو كانت الحاله تستدعي. لو كانت الحاله مستدعيه علاج ومتابعه. احنا بالنسبه لنا بنشوف لو العدد عادي الحركه مقبوله، لو الاشكال المشوهه مش زايده عن عدد معين ده ممكن اتعامل معاه خلاص بالنسبه لنا كويس. لو في مشكله ممكن قوي دكتور التناسليه يتعامل معاها. لو عندي عدد قليل قوي ممكن احنا نعمل حفظ سائل منوي لحد ما تبدا الامور تتراجع بالنسبه لعلاج الزوج. طب التقنيه اللي بتبقى يعني في حاجات بتقلقنا يعني شويه، بعض الازواج يقول لك طب انا هسيب السائل المنوي مش ممكن يتلخبط مع واحد تاني ويحصل؟ لا حكايه يعني لا في بعض الامور المقلقه كده. لا بتبقى بعض لا في سيستم في القصه دي ان هو بيتشال. يعني بتعملوا ايه بقى يعني في ليه كود معين وليه لون معين ومكان معين، ويبقى ده كله متسجل بشكل دقيق جدا. حكايه اللخبطه يعني دقه جدا في حفظ السائل المنوي او البويضات واكتر من فاكتورز بنرتبه بيه بحيث يبقى القصه مفيش فيها خلل في ان هو ولو حتى واحد في المئة. يعني بتبقى دي امانه بالنسبه لنا وبنراعي فيها الدقه ان احنا لانها طبعا مرتبطه طبعا بالانساب. أيوة وغيرها. أيوة, 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 ايوه كلام سليم. أيوة يا دكتور. أيوة. انا يعني كان بنطمن الناس ان احنا هناك تقدم ملحوظ في هذه العمليات داخل مصر، وان التقنيه بتبقى على اعلى مستوى. طب طريقه التجميد، هل هناك يعني بتحضروا لها ايه لمساله التجميد؟ طبعا ده جزئيه معمل ان هو الموضوع السيمن بروسيسنج او تحضير السائل المنوي بيبقى بعد اخذ العينه بتخش تتفحص كويس قوي، واذا كان بيضاف اليها بعض المواد المغذيه ويبدا يحصل عمليه فصل بحيث نبدا نفصل الحاله المنويه عن الباقي السائل، ويبدا بيتشال في ستريبات معينه او جزئيه معينه كده، وتشال في نيتروجين سائل يعني تعتبر درجه تحت الصفر. طب هي بالنسبه للرجل، طبعا احنا عارفين ان الرجاله يعني ابطال بيتحملوا، السيدات بقى هي اللي بتسال،
هو أيوة. لما اجي اخد البويضه او طريقه سحب البويضه، هل هناك الم او هناك وجع؟ يعني الحاجات دي بتضايقهم جدا. وكمان انا عايز برضه اتكلم على البروتوكول اللي هي الحقن اللي بتتاخد. هو بالنسبه للسيده بيبقى هي طبعا تبقى اكثر يعني حساسية. بتوجهت شويه معانا لانها بتبقى في بتتعرض لكم من الحقن مش قليل وفتره زمنيه مش قليله، اقلها مثلا 10 ايام ممكن توصل لاسبوعين او اكتر من كده احيانا. فهي طبعا هي بتبقى توجهت معانا شويه عن الزوج، بناخد منه عينه تحليل سائل مني وخلاص. لا سحب البويضه نفسه سحب البويضه لا طبعا بيبقى هنا في اكتر من جزئيه. احنا ممكن قوي ندي بعض المهدئات، ممكن الست تنام وما فيش مشاكل، احنا غالبا في مصر غالبا متعودين بندي بنج كلي، لان القصه بتاخد حوالي 10 دقائق مش كتير، فما هوش مش فتره طويله، ولكن عشان نشتري دماغنا او الست ما بتبقاش مضطربه شويه فبالتالي احنا بناخد تقدير كلي، ما بيش مش يعني مش مكلف ومش مجهد ومريح بالنسبه للسيده، وبرده مريح بالنسبه لنا احنا ممكن نكمل شغلنا في وقت قصير. فده المتابعه، انما في بعض الدول الاوروبيه او عموما ممكن قوي انها تحت مهدئات ونسحب بويضات وخلاص، انما احنا بالنسبه لنا في نسبه قلق شويه زياده فبالتالي التقدير الكلي 10 دقائق مش فارقه، وفي نفس الوقت هي تبقى اكثر ارتياح نفسي. تمام. سحب البويضه ده سحب البويضات بيتم بيتم في العمليات هو شكشكه الحقن قد ايه دي؟ يعني هي بتبقى مثلا يعني ممكن ناخد مثلا بين في حقن تحت الجلد زي الناس اللي عندهم سكر بياخدوا انسولين، ممكن تاخده في منطقه البطن حوالين السره، ممكن تاخده في منطقه الكتف الذراع، ممكن تاخد منطقه الفخذ نفسها، ده جزئيه حقن اللي هي تحت الجيب. وفي في الجزء الثاني اللي هو الحقن العضل برضه ممكن ابدا. بس هي ثابته من سيده لاخرى ولا لا؟ طبعا تفرق الجرعه حسب وزن السيده وحسب الريسبونس او الاستجابه بتاعتها، فعدد الامولات بيفرق. سيده عندها تكيس مبيض غير السيده المبيض بتاعها عادي، برضه الجرعات بتفرق والبروتوكول بيفرق. احنا قلنا في بروتوكول اللي هو البروتوكول الطويل ده بيبدا قبل الدوره بحوالي اسبوع، بنبدا حقن تحت الجلد لحد ما تيجي الدوره، تاني يوم الدوره بنتاكد ان عندي بطانه رحم ليها سمك معين، عندي هرمونات ليها معدل معين، بحيث نبدا ان احنا نبدا في موضوع التنشيط. تنشيط المبيض بيبقى بحقن عضل، جايز بندي نوع واحد بس من الحقن، جايز بندي نوعين، نوع الصبح ونوع بعد الظهر، عشان اطمن لو في مشاكل في تصنيع الدواء احيانا بنفوجئ مع بعض الشركات، فبندي بنستعمل اكتر من شركه، بحيث يبقى انا عندي الباتش بتاع الدواء لو في مشكله في نوعيه ما يبقاش في مشكله في نوعيه ثانيه، بحيث احصل على اكثر كفاءه. طب يا دكتور بناخد من حضرتك كلمه الكفاءه، المراكز الطبيه الكفء اللي هي عمليه الحقن المجاري بتحقق معادله غريبه جدا بشوفها انا، يمكن بزياره ليك في مركز حواء وجدت يعني ان حضرتك بتحقق معادله صعبه شويه، ان انت حضرتك بتحافظ يعني تقنيه عاليه او التكلفه اللي هي بعد زياده الاسعار واسعار الدواء اللي اغلبه يكون مستورد، وفي نفس الوقت بتبقى يعني حنينه شويه على الازواج، كيف تحقق هذه المعادله الصعبه؟ هو طبعا ارتفاع يعني التعويم اللي حصل الفتره اللي فاتت وارتفاع سعر الدولار برضو بهدل الدنيا كتير، انما بنحاول بقدر الامكان تبقى الامور يعني اصل حضرتك يعني موجودين في حته مهمه جدا وهي المشاعر النفسيه العيان للحصول على طفل. يعني هو العيان بيهمنا جدا وبرضه معاناه العيان بتتاثر. انت عندكم يعني الشعار مريض اولا او يعني هو معاناته بتزعلنا فبرضه بقدر الامكان يعني هي دي الرحمه يا دكتور اللي موجوده. يعني هي المفروض ده ينبغي بين اي طبيب وبين اي عيان، فاحنا دايما هو جاي ملهوف ونفسه، وفي نفس الوقت الظروف الاقتصاديه شويه محدوده مع معظم الناس. انت حضرتك لسه سامع يعني ان واحده حصل محاوله مش انا عملت محاوله وجاي توأم وما عنديش امكانيه اعمل تاني. طبعا طبعا. فيبقى معنى كده ان هذا الموضوع كان مجهد جدا على ميزانيه أكيد الاسره أكيد او ميزانيه الزوج. معظم الاسر دلوقتي كده. فبالتالي انك انت بتستعمل الجرعات اللي هي هتبدا تعمل تاثير كويس، فبتقلل الكم الدواء اللي هو يعني لو احنا ممكن نقلل واحصل على نفس الكفاءه يبقى خير وبركه. وبتيجي على نفسك.
يعني طبعا لا شك، لا شك انك انت احيانا مع بعض الناس بتحس الدنيا محدوده جدا، فمش هتفرق بقى معاك. واهم حاجه انك انت الموضوع ده لان انا وجدته بشكل كبير في حالات عند دكتور فهمي، فبنقول ان لسه يعني في خير في بلدنا وفي خير في المسلمين. ربنا يا رب يزيدك يا دكتور ويعني يجعله في ميزان حسناتك. يعني بلاش نفتح الموضوع ده بشكل كبير لان هو طبعا هيسبب لك بعض الاحراج، بلاش سجن يعني. لكن بنقول ان دايما الجانب الطبي في جانب الرحمه بشكل كبير، وكان يعني لانك بتحقق حلم الانجاب. يعني انا يمكن اسم البرنامج متوافق مع ما تقدمه يا دكتور فهمي في للناس يعني او للمرضى. طب يعني نستكمل الموضوع. النهارده احنا حطينا عملنا عمليه الاخصاب، احنا دي بتتم فين بالظبط؟ احنا قلنا احنا سحبنا حكي البويضات والحيوان المنوي، دول بيتحضروا في نفس التوقيت في مع معمل الاجنه مع الاخصائي او الاستشاري بتاع الجزئيه دي. تحضير سائل منوي بشكل معين، والبويضات بتبدا انها تقشير بويضات، وبعدين نراجع الجوده بتاعتها، وبعدين ناخد حيوان منوي. هنا في جزئيتين، ما يسمى باطفال الانابيب وما يسمى بالحقن المجهري. الفرق بقى الفرق لو انا عندي سائل منوي جيد بتاع الزوج عدد وحركه، يبقى ممكن انا الجا لموضوع اطفال الانابيب. اطفال الانابيب انا ما عنديش مجهود زياده ببذله، يعني حاجه البويضه بعد تحضيرها وتقشيرها وتواجدها في ميديا معينه، بنحط حيوانات منويه بعد تحضيرها برضو حوالين البويضه. يعني بنحط عدد معين حوالين البويضه بحيث يبقى الحيوان المنوي هو عنده القدره على الاختراق الجدار الخارجي بتاع البويضه لوحده بدون تدخل، يعني بدون تدخل بالنسبه معايا. طبعا احتمال بينجح واحتمال ما بينجحش. الحقن المجاري بقى لا، الناس اللي هم عندها قله حركه او قله عدد او الناس كويسه بس مجهول ايه السبب ليه الست ما بتحبلش، دي بنستعمل بقى حقن مجاري. كلمه حقن يعني معنى كده ان في ميكروسكوب. وبتفرق في التكلفه يا دكتور؟ يعني هي التكلفه ثابته بالنسبه للعيان، انما هو التكلفه بالنسبه لنا احنا تبقى اكتر مع الحقن المجهري او استعمال ميكروسكوب ثمنه عالي جدا واستعمال الابر اللي بتخترق اللي يعني احنا هنا في الحقن المجهري بنساعد الحيوان المنوي على الاختراق. يعني احنا ما بنخليش في اي يعني انت خلاص يعني جبت راس الحيوان المنوي وحقنتها داخل البويضه نفسها. يعني احنا هنعتبر ان البويضه عروسه وده على العريس، فاحنا النهارده بنسهل العمليه خالص، ما بيحتاجش اي جهد يعني وطبعا في الحقن المجهري. لكن اطفال الانابيب البويضه موجوده وبنحط عدد من العرسان والاكفأ هو اللي بيختار. والاكفأ اللي بيخترق. تمام معايا؟ طبعا الحقن المجهري بيتوجب في حاله اللي هو الحقن اللي هو تاخير الحمل اللي هو مجهول السبب، يبقى الحقن المجاري انسب ليها بحيث ان انا اضمن ما عنديش اي فاكتور، يعني اضمن نسبه نجاح اعلى بالبلد يعني. طيب بتبدا البشريات او الفرحه بعد امتى؟ بعد 24 ساعه. بعد 24 ساعه بنحس ان ده شغل دكتور المعمل. 24 ساعه 24 ساعه يبدا يشوف اخصاب او لا. ده بقى طبعا بعيد عن 18 20 الزوج والزوجه خلاص روحوا، خلاص هم روحوا من يوم واحد على التليفون. خلال 3 4 ايام يبقى انا على تليفون وبرضو العيان على اتصال، الدنيا اخبارها وعلى اعصاب. وطبعا طبعا طبعا بس بنتاكد ان في اخصاب حصل، بنبدا بقى ندي فرصه. طبعا ممكن ننقل في اليوم الثالث او اليوم الخامس او اليوم الثاني احيانا، لو اليوم الثاني لو انا عندي ما عنديش عدد كبير من الاجنه. طب في الطبيعي يا دكتور البويضه بتيجي من القناه وبتزرع في الرحم في اليوم الكام؟ في لو كان بناخد يعني لو حدوث التبويض والاهداب بتلقط البويضه وتنقلها في خلايا الانبوبه، بيحصل الاخصاب في التلك الخارجي من الانبوبه، وبتاخد حوالي من 4-5 ايام عشان تبدا تنزرع داخل. عشان كده حضرتك قلت دلوقتي ممكن في اليوم الخامس أو وارد طبعا يعني ممكن، فده بيبقى ممكن يوم مضاهي للطبيعي شويه. ممكن يوم تاني، ممكن يوم تالت، ممكن يوم خامس، بتحدده على حسب حاجه معينه، حسب عدد. لو انا عندي عدد اجنه كويس وكتير وعايز اعمل اختيار اكثر دقه شويه، فبالتالي ابدا ادي فرصه
ايام اطول، بحيث هو الـ 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 الاجنه بتبدا تحكم عن نفسها. طب يا دكتور حضرتك بالنسبه لهدى كانت اتصلت بينا، كانت بتقول على انها حصل حمل في توأم في الحقن المجاري. ايوه انتوا حضرتك بتتحكم في النقطه دي كمان؟ احنا ما بنتحكمش فيه، يعني احنا ما بنحطش، يعني هو انا غالبا المتعارف عليه داخل مصر بنحط 2 اجنه. والله وارد قوي واحد يمسك، او يعني واحد يحصل له اخصاب وينمو، وارد يحصل 2 يبقى توأم. احنا يعني لو التاني بنشفط واحد. نعم بنسمع. ما بنشفطش حاجه، احنا بنعمل ريدكشنز او بنعمل تقليل عدد اجنة في حاله 3 وانت طالع بقى. في بعض الناس بتقول لك والله انا مش ضامن الظروف ايه فبحط اجنة اكتر شويه. لسوء الحظ بقى تلاقي الاجنة دي بدات كلها بتنمو، فتبقى مشكله. يعني حاجة على الخامس على السادس الدنيا مش هتكمل خالص، فبالتالي نسبه مشاكلي اعلى. فبالتالي بنعمل حاجه اسمها فيتر ريدكشنز او تقليل عدد الاجنة للي هي العدد الزايد، بنحاول ان احنا نبدا نخش برضه في اوضه العمليات وتحت تاثير تخدير وتحت تاثير تطهير كامل للجزئيه دي، بحيث ان احنا نعمل ريدكشنز او تقليل عدد الاجنه الموجود. هي يا دكتور يعني حكايه جميله قصه الحقن المجهري اللي بتنتهي في اغلب الاحوال بنسبه 40-60% بنهايه سعيده اللي هي الحصول على طفل. هنستكمل موضوعنا وان شاء الله بنتمنى لكل الازواج والزوجات ان شاء الله يا رب البنين والبنات والحصول على ما يسعدهم من الاطفال. مشاهدينا الكرام هنكمل الحلقه الجايه قصتنا حول الحقن المجهري، ولكن ان شاء الله انتظرونا باذن الله يوم الاثنين القادم. في نهايه اللقاء بشكر باسمكم ضيف الحلقات الاستاذ الدكتور فهمي احمد رمضان، استشاري النساء والمناظير والحقن المجهري، عضو الجمعيه الاوروبيه للتكاثر، رائد ومؤسس مركز حواء ومستشفى الدكتور فهمي بالقاهرة. أشكرك جدا يا دكتور على هذا اللقاء. شكرا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج حلم الإنجاب، حتى ألقاكم في حلقة قادمة. كان معكم محمد عبده، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.